أهلا بكم. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحماية المدنية بذلت جهودا كبيرة في السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين، موضحا أنه وجه بتوفير كافة الرعاية الصحية للمصابين. وقدمت السيدة انتصار السيسي التعازي في ضحايا الكنيسة، وقالت: أتقدم بخالص العزاء في ضحايا حادث حريق كنيسة إمبابة، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع تمنياتي بالشفاء لجميع المصابين. وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا بقداسة البابا توادروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، قدم خلاله تعازي في ضحايا الحادث المؤلم الذي وقع صباح اليوم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، قائلا: أتقدم بتعازي الحكومة والمصريين جميعا لقداستكم ولأهالي الضحايا في هذا الحادث الأليم الذي أحزننا جميعا. وجدد رئيس الوزراء خلال الاتصال التأكيد على قيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لمصابي الحادث وكذا لأسر الضحايا، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، داعيا الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء المصابين. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنه تقرر صرف 100,000 جنيه إعانة لكل أسرة من ضحايا الحريق و20,000 جنيها للمصابين بحريق كنيسة أبو سيفين. وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن حريق أبو سيفين حدث نتيجة مس بمبنى الكنيسة، موضحا أن أجهزة الدولة بكافة أجهزتها أو الدولة بكافة أجهزتها تحركت فور وقوع الحريق للحماية المدنية وبذلت جهود كبيرة في السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين، موضحا أنه وجه بتوفير كافة الرعاية الصحية للمصابين. وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كنيسة أبي سيفين بمبابة، ووصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمستشفيات التي يتواجد بها مصابي حادث كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، ووجه بالمستشفيات التي يتلقون خلالها العلاج. يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ولواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل من خلال أجهزتها على توفير كافة سبل الرعاية والدعم للمصابين وأسر ضحايا هذا الحادث المؤلم من أبناء الشعب المصري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع مصر وتعازيها الصادقة في ضحايا حريق كنيسة في محافظة الجيزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة مصر وشعبها الشقيق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. من جهة ثانية، كان أمير وولي عهد الكويت قد بعث برقية تعازية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا حريق كنيسة أبي سيفين في إمبابة بالجيزة، وذلك وفق وكالة الأنباء الكويتية. وأعرب ولي العهد عن خالص تعازي للرئيس وأسر الضحايا الذين لاقوا مصرعهم في الحريق، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل. وقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن التعازي للرئيس عبد الفتاح السيسي بضحايا اندلاع حريق في كنيسة المنير أو المنيرة بمحافظة الجيزة. وقال الرئيس الفلسطيني في برقية التعزية: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ نشوب حريق هائل في كنيسة أبي سيفين بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن وقوع مؤسف لعشرات الضحايا والمصابين من الأبرياء من أبناء شعب مصر الشقيق، وإننا إذا نشارككم الحزن بهذا المصاب الأليم لنتقدم لفخامتكم ومن خلالكم لحكومتكم وشعبكم الشقيق ولعائلات الضحايا بأسمى عبارات التعازي القلبية باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي، سائلين المولى عز وجل أن يمن على الضحايا بواسع رحمته وعلى المصابين الشفاء العاجل، وأن يلهمكم وشعبكم وذوي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء. تفضلوا أخي صاحب الفخامة بقبول صادق مواساتنا وتضامننا الأخوي.
إلى ذلك قدم الرئيس الفلسطيني التعازي للبابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، وذلك بضحايا الحريق المؤسف إثر اندلاع حريق في كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة. وقال الرئيس الفلسطيني في برقية التعزية: تلقينا بحزن كبير وقوع عشرات الضحايا والمصابين إثر اندلاع حريق في كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة، وإننا إذا نعرب لقداستكم ولعائلات الضحايا عن تضامننا وتعاطفنا معكم، لنتقدم لكم بتعازينا القلبية الحارة، وندعو الله تعالى أن يمن على الضحايا بالطمأنينة والسكينة وعلى المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء. تفضلوا قداستكم بقبول عميق مواساتنا الأخوية. وكانت وزارة الداخلية قد أكدت أن خللا كهربائيا وراء حريق كنيسة أبو سيفين بمبابة، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية في حوالي الساعة 9 صباح اليوم الموافق 14 من الشهر الجاري حدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفين ونقلهم للمستشفيات. كما أسفر الحريق عن إصابة 3 أفراد من قوات الحماية المدنية، وأسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة والذي يضم عددا من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات. ويجرى حاليا أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. بذلك نكون وصلنا مع حضراتكم لختام هذه التغطية الخاصة، وشكر حضراتكم شكرا جزيلا للمتابعة، وإلى اللقاء.